كورة يتابع ردود أفعال الجماهير بعد تعادل الشرطة مع النصر آسيويا في بغداد. على مستوى عالي وإن شاء الله فريقنا بالتصاعد. جماهير الشرطة راضين على التعادل أمام النصر؟ طبعا راضين 100%، وطلعنا من نقطة رفعت راس. شلون شفت أجواء المباراة؟ أجواء المباراة تخبل، مباراة خوش، مباراة زينة، وتحية للمواس، يعني قاتل يوم قتال حلو، الله يبارك فيه. راضين على الأداء؟ اي طبعا، ترى خصمهم قوي بس احنا اقوى منه ان شاء الله، وبارضنا الحمد لله وشكرا. يوم كانت المباراة كلش حلوة وتونس فيها الجمهور، يعني النتيجة كانت عادلة بين الطرفين، لان تعرف فارق الامكانيات بين اللاعبين، وان شاء الله تكون فاتحة خير النادي الشرطة. يعني لعب بجود حلو، يعني طبعا هو اكو هم دول سابقين بهوايه، يعني العابهم اكثر وعندهم مهارات اكثر.